الفقره الاولى والفتنس، بنتكلم تحديدا هنا احنا بنحب كل حلقه يعني نتكلم عن تمرين معين وفئه معينه. النهارده هنتكلم عن تمارين للجزء العلوي من الجسم، وكمان تمارين تقويه العضلات، عضلات البطن، وده لكل الاعمار. انا لسه كنت بسال يعني ضفنا لنا لكل الاعمار. خلينا نرحب بكابتن حسام الفيل، مدرب جيم بفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. صباح الفل، صباح الرياضه، صباح الجمال، وصباح النشاط والحركه ان شاء الله. صح كده، بس انا متابعاك طبعا على السوشيال ميديا، يعني بتدي كده عارف اللي هو دفعه، الواحد بيبقى قاعد مكسل لا نروح بقى الجيم. لا بجد بتفرق، بتفرق ان الواحد يشوف ناس بتتمرن، وانت عندك ناس كتير كمان بتمرنهم اعمار مختلفه، معظم الاعمار، دي حاجه حلوه جدا يعني. بس خلينا نتكلم النهارده قبل ما نخش على تحديدا تمرينات البطن، خلينا نتكلم في العموم. فكره ان انا اغير المنتاليتي بتاعه الشخص من شخص كسول او حتى مارس رياضه فتره وتوقف لشخص مش قادر يعدي اسبوع غير لما يتمرن 3-4 مرات مثلا فيه. تمام، بص، هو في البدايه دايما يعني دايما الناس بتاخد الرياضه دي، مش عايزه تاخد الرياضه دي كهدف، اللي هي ايه، حاجه مؤقته. يعني مثلا انا عندي حاجه عايز اعملها كمان شهر شهرين، فانا بخلص الموضوع ده وبطل رياضه. لو قبل الصيف، لو في انا بحب فرح دايما لو... بحب دايما الرياضه تكون لايف ستايل، اللي هي بتكون جزء من يومي. يعني صح، انا هخصص لنفسي كده حاجه، يا ساعه في يومي لازم كل يوم بتمرن الحاجه دي هتساعدني بعد كده. البدايه اهم حاجه، يعني ممكن الناس بتبدا بحماس كتير جدا ودي ملاحظه كتير، اول اسبوع خلاص وبعد كده بتنتهي. وبصراحه انا من الناس دي، يعني مش هكذب عليك، انا لما بوصل للشيب اللي انا عايزاه ببطل، وبعدين لو حسيت خنت تاني ارجع في زي طبعا نماذج كتيره، وده مش صح. بس احنا مش عايزين بقى كده، انا دايما مشجع الناس اللي هي يعني تخلي البدايه بتاعتك ستيب باي ستيب، اللي انا ببدا واحده واحده بحيث الحاجه دي تفضل مستمره معايا مدى الحياه. يعني الناس تبدا مثلا اروح الجيم مره في الاسبوع، بعد كده مرتين، يعني ابداها واحده واحده حتى كدا. لو ما قدرتش ان انا اروح من في الجيم، ممكن ابدا التمارين عن طريق البيت. كويس جدا، يعني ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي للناس، بادوات بسيطه جدا، بحاجات كلها متاحه عندك في البيت. طيب حلو قوي. التمارين بتاعت البطن من العضلات اللي انا اعرفها اللي هي ما بتتحركش كتير، يعني اللي هي نايمه، فاحنا لازم نفوقها. واحنا عندنا في مصر كمان للاسف الشديد الكرش بالذات للرجاله من اكثر الحاجات اللي يعني قامت بصراحه. راجع بقى الثقافة، راجع للايف ستايل، راجع لحاجات كتيرة جدا. ازاي اغير ده يعني برضو بالراحة علشان الناس مش مرة واحدة يجي شاق. بص، هو موضوع الكرش عموما ده، يعني احنا لسه في ناس عندها معتقد اللي هو اللي انا بتمرن بطن كتير، يعني ممكن اعمل في اليوم 50-60 عدة بطن كل يوم، اللي الموضوع ده هيطلع هينسف الكرش بتاعي. لا، هو اهم حاجة لازم النظام الغذائي. يعني النظام الغذائي ده اهم، انا بقول 80% هو نظامك الغذائي، بعد كده تمارين المقاومه بتاعتك اللي انا بقوي المنطقه دي، لكن بجانب الاكل وبجانب التمارين وبجانب كمان تمارين الكارديو. يمكن عملناها قبل كده في حلقه اللي هي الهيت كارديو، اللي هي الهاي انتنسيتي انترفال تريننج، تمارين بيعلي فيها مستوى ايه، ضربات القلب بتاعتي. ايوه، ده اللي هو بيبقى تسخين قبل حتى التمرين، لازم بنعمله بيكون بعد التمرين دايما. فاهم حاجه عندك عشان تقدر تنزل المنطقه دي، منطقه البطن. البطن عندنا اي حد منه مننا عنده عضلات بطن، بس عليها طبقه من الدهون. عشان اقدر اشيل الطبقه دي كلها، محتاجه ان انا امشي على نظام غذائي كويس بجانب التمارين اللي احنا بنعملها. يعني الموضوع لا يخلو من برضه لازم رجيم، لازم اهم حاجه لازم اظبط الاكل بتاعي. وكمان في حاجه يمكن كتير الناس مهمله فيها، اللي هي منطقه البطن. احنا عندنا منطقه الكور، منطقه الكور مش اللي هي البطن بس، منطقه الكور عندنا بتشمل كل عضلات البطن، باللور باك، بعضلات الجناب. عندنا المنطقه دي لازم، لو هي عندنا معتبرها المثبت للجسم كله، لو هي عندنا المنطقه دي قويه، فمش هنلاقي عندنا الام في ظهرنا، مش هنلاقي عندك الام في الفقرات، في الكلام ده كله. فلازم اقوي المنطقه دي كلها لانها هي المثبت للعمود الفقري بتاعنا والجسم كله. احنا هنمشي واحده واحده عشان الناس يعني ايه ما تتوهش. والفقره دي يمكن مش هقول اكتر للرجاله، بس يعني مشكلتها اكتر يمكن الرجال هم اللي بيعانوا منها. فاول حاجه قلنا الرجيم، وواحده واحده حتى نبدا عشان ما نكرهش الموضوع، ما يبقاش ضغط علينا، عشان نستمر معاك مدى الحياه على طول. وتمرينات معينه نعملها، ده بيبقى للبطن يوميا حتى في البيت، يوميا ده يوميا. احنا ممكن نقسم التمرينات دي لجزئين، هعمل تمرينات الاول اللي هي منطقه الكور زي ما قلنا، منطقه البطن واللور باك، وبعد كده نبدا في تمرينات البطن. طب هنبدا دلوقتي نشوف، نبدا نجرب. ماشي، يلا. بصوا، اول تمرين هنعمله منطقه الكور بيكون بوضعيه الثبات، في نفس تمرينه الضغط، بس انا بطلع في وضعيه البلانك بوزيشن كده، بخلي ايدي
تحت كتفي بالظبط، رجليا جنبي، وبثبت ظهري خالص، ظهري مفرود، شدد عضلات البطن بتاعتي، بحاول اثبت على قد ما اقدر من 30 ثانيه لدقيقه. طب دي سهله جدا صح؟ دي مش سهله، دي عشان تقويه الكور. ما قدرتش اعمل، ممكن انزل في وضعيه البلانك كده. اوكي، نفس النظام برضو كده، ده تمرين عشان منطقه الكور. هعمل تمرين تاني اسمه تمرين الفي هولد، برفع رجليا فوق كده، ظهري عايزه مفروض على الاخر كده. طب لو مش قادر انا اعمل نفس الوضعيه دي، لا دي صعبه بقى، ممكن اتني ركبتي سنه بسيطه، بس دايما محافظ على وضعيه الظهر بتاعتي وباصص لقدام وشادد عضلات الايه البطن بتاعتي. والنفس دايما في اخطاء كتير ناس بتقع فيها، اللي هي طريقه النفس، لازم دايما بتنفس، لان انا ما بكتمش نفسي وانا بتمرن. طب مش قادر انا اعمل نفس الوضعيه دي، ممكن اسند كمان بايدي كده، فسهلتها بقى. انا عملتها بثلاث مراحل. أوكي. اول واحده لو حد ادفانسد بيقدر يعملها كده، حد مش قادر ممكن ينزل ركبته كده وظهره مفرود، مش قادر على الاخر لو حد لسه مبتدئ بيخلي ايده ايه جنبه كده. تالي مفيش اسهل من التمرينات دي، ولا بنتحرك ولا بنعمل حاجه، احنا ثلاث تمارين كده احنا عملنا بس بتفرق صح كده. دي الكوره. هنبدا بقى تمرينات للبطن. احنا عارفين اهم حاجه، يعني اي تمرين احنا بنشتغله للبطن عموما هو بيشغل اجزاء البطن كلها. يعني بس عشان لو عايزين مثلا نركز على جزء مثلا زي اللور ابس، فبنزل على ظهري بضم رجليا كده، ببدا اسحب رجلي على بطني. رجلي تبقى مقفوله رجليا مضمومه. مضمومه ايوه. بسحب ركبتي على ايه؟ على بطني. بس أوكي. مش عايز انزل برجليا تحت، يعني ما اخليش رجليا تلمس الارض. ممكن نعد 10 عدات. 1 2 تمام. وممكن نفردها ونطلع وننزل. اعمل تمرين الليج ريزز. انا بعملها في الجيم. لو قدرنا هنطلع كده. بالظبط. وانزل، بس برضو مش عايز رجليا تلمس الارض. وبرضه شغال والنفس بتاعي شغال، وتاكد ان ظهري كله سبورت على الارض، موازي الارض. رجلي وانا برفعها بتبقى مضمومه برضه صح؟ مضمومه للجنب ومفروده. اوكي. وظهري كله مفروض على الارض. هندخل تمام. تمرين تاني لعضلات الجانبيه بقى، وده برضه هعمله للناس اللي هي بتقدر تعمل التمرين ده بالوضعيه دي. سايد بلانك، رجليا مفروده كده، هحس ان جسمي كله على خط واحد. كوعي تحت كتفي بالظبط، ظهري كله مفروض، حاطط ايدي هنا. طب لو انا مش قادر اثبت بنفس الوضعيه دي، ممكن اعملها للناس واحد مبتدئ، بضم رجلي كده وابدا اطلع واثبت كده. احاول كل فتره اللي انا ازود في عدد الايه الثواني يعني بتاعتي، يعني دقيقه ثواني. يعني في البدايه لو حد لسه مبتدئ هو مش هيقدر يكمل دقيقه، فانا دايما مثلا ببدا له 20 ثانيه، بعد كده ازود شويه كمان. عندي تمرين كمان هيل تيب، بخلي رجليا تحت هنا تحت ركبتي، ببدا اطلع اعمل تاتش يمين. ده بقى للويست، ده بيعمل ويست حلو، ده عشان عضلات الاوبليكس، عضلات الجوانب. ببدا المس يمين وشمال، ممكن اعملها بتكرارات بالعدد، ممكن اعملها برده لمده 30 ثانيه شغال كده. اعمل من مجموعتين لثلاث مجموعات. كويس جدا، ودايما محافظ على الايه النفس بتاعي. انا عايز اسالك على حاجه كابتن حسام، لان في اوقات بيحذرونا جدا المدربين من الموضوع ده، يقول لك لو انت بتعمل تمرين في البيت وعملته غلط انت ممكن تاذي نفسك بشكل خطير جدا. ودي من بنصح الناس بقى لو هتتمرن في البيت ان هي دايما تبقى حاطه قدامها فيديو اونلاين او حاجه كده صح؟ لو انت ما بتعملش التمارين دي مع مدرب اللي هو بيكون شايفك وانت شغال التمرين صح بالاداء صح، ممكن تتفرج على دلوقتي السوشيال ميديا موجود عليها حاجات كتير، بس اتاكد اللي انا بتفرج عليه ده حد بيعمل الايه البوزيشن صح، عشان ايه ما اعرضش نفسي لاي اصابه. كويس جدا. ايه تاني؟ ده كده التمرينات دي كفايه ولا هنكمل؟ هنزود عليها كمان. هطلع بركبتي فوق كده ايوه، واثبتها، واحاول اطلع المس كعب رجلي. برضه لو تلاحظ دايما انا بخلي راسي كاني ببص على حاجه فوق عشان ما اعرضش فقرات الرقبه بتاعتي لاي اصابه. واعد برضه، بس دي صعبه، 10 عدات. دي صعبه على فكره. ممكن انزلها كده، صعبه مش سهله. مفيش مشكله، ممكن انزل ركبتي كده وابدا اطلع بس كده سنه بسيطه، ماشي دي كرانشز بس كده، وانا ايديا على ركبتي، واعد برضه 15 عده. هناخد تمرين كمان للاوبليكس لو مش قادر اعمل نفس الحركه دي اللي هو السايد كرون. بعمل تاتش يمين تاتش شمال، وظهري مفرود. طب لو مش قادر وانا رافع رجليا كده، ممكن اخلي رجليا على الارض
والمسمار يمين. طب كويس، كل حاجه ليها حل. المره شمال. فانت عندنا لكل المبتدئ واللي بيقدر يعمل التمرين. حلو بكذا والاعمار وبعيد. المختلفه زي ما احنا قلنا، مش لكل الاعمار. فانت قدامك بعمل التمرين اللي هي الناس اللي لسه مبتدئه، اللي مش قادره تعمل تمرين، والناس اللي هي بتعمل تمرين. طب انا عندي سؤال، لو حد مش مبتدئ، حد اوريدي يعني قاطع ليفل كويس، ممكن ان هو يبتدي يلعب ويت حتى في البيت، ابتدي اجيب حاجه اعمل بيها يعني الجسم كله، ولا التمرينات اللي انا بعملها في البيت عاده؟ مفيش مشكله خالص، احنا ممكن نبدا زي ما كنا بنعمل ايام الكورونا، اللي احنا كنا بنتمرن بحاجات بسيطه بازايز ميه، اي حاجه متاحه عندك في البيت. لكن لو متاحه عندك دامبلز ممكن نشتغل بيها، وزي ما احنا هنشتغل برضو دلوقتي حاجات لايه، للجزء اللي فوق. طيب يمكن ماشي. حاجات كتير من ضمن كمان البنات بتشتكي منها، موضوع الترهلات اللي بتكون في منطقه، حتى لو رفيعين تلاقي بنت رفيعه وعندها، غريبه جدا. فاحنا هنبص اصلا المشكله دي من الاول، هنلاقي فيه ثلاث حاجات، يا اما دايما احنا بننزل بالوزن بسرعه فبيحصل لي ترهلات في المنطقه دي، يا اما انا عندي برضو ما بكونش عنديش كتله عضليه في المنطقه دي، فدايما بايه بيحصل لي. فده لازم اتمرن بويت بقى او لازم اتمرن بوزن عشان اقدر اقوي المنطقه دي كلها، وما يحصلش عندي اي شد او اي ترهلات. فبنبدا مع بعض التمارين للجزء ده. يا فندم ابدا يا فندم. بص احنا هنقسم الجزء بتاعنا الابر بودي، هنقسمه للعضلات التشيست وعضلات الباك وعضلات الشولدر وعضلات الدراع. فهنبدا اول حاجه بالتشيست. تشيست. واحنا على الماتس هنا. او التمرين معايا، اي وزن متاح عندك في البيت ممكن تستخدمه. ده كامل لحضرتك ماسكه ده؟ 2 كيلو. 2 كيلو اوكي. كل واحد على حسب الوزن اللي هو هيعمل، لو حد لسه مبتدئ بيشتغل باقل من كده. هبدا تمرين دمبل تشيست بريس، عايز كوعي دايما في جنبي هنا، وابدا ازق الدمبلز كان الدمبلز هيلمس بعضه فوق، واخد نفس وانا بنزل، ودايما بقول ركز على النفس وانت بتتمرن، وانا بدفع فوق بطلع النفس. وبالراحه، النفس يبقى بالراحه والحركه كمان بتاعتي، الاداء بتاعي لو حضرتك تلاحظي انا دايما بنزل بالراحه. وما بعملش لوك لايه؟ لمفصل الكوع فوق. اوكي. يعني أوكي. في اي تمرين انا بشتغله ما بخليش مفصل الكوع، لان الحاجات دي من بعد كده على اللونج تيرم هي اللي بتسبب لي خشونه في المفاصل بتاعتي. اللي انا بلوك لاي حاجه، انا لازم ايدي تلمس الارض وبالراحه بطلع هنا، وده بيكون احسن للواحد مبتدئ لسه اول مره يعمل التمرين ده، عشان ما بينزلش كتفه اكتر من 90 درجه. ببدا ازق لفوق، ممكن اعد 10 عدات. ده اول تمرين. بس 10 عدات في 4 سيتس مثلا، او 3 عدات لو حد لسه مبتدئ كده. سيت واحده يعني ماشي. من مجموعه لايه؟ لثلاث مجموعات. هندخل كمان تمرين لعضلات التشيست. هعمل فلاي معاها ايه؟ دمبل بريس. ببدا انزل. بلمس الارض ولا مش لازم؟ بفرد كوعي جنب جسمي اهو. وازق فوق، بطلع النفس برضو فوق، باخد نفس وانا بنزل، بطلع النفس فوق. 3 4 ممكن ازود معاه بقى حركه وانا بعمل فلاي كده، هبدا اعمل دمبل بريس لفوق، بدخل تمرين تاني معاه لعضلات التشيست برضو نفس النظام كده لفوق. بس التمرينات دي بالليفل ده ما ينفعش استمر عليها كتير، يعني لازم كل فتره، يعني دي معلومه بس عايز اقولها لبعض الناس، ان كل فتره لازم ازود، ما ينفعش ان انا حد يقول خلاص هي دي التمرينات اللي انا هعملها لمده سنه. لا، هي بعد فتره مش هتاثر، مش هيبقى ليها اي تاثير. يعني الجسم بتاعنا لازم دايما بحط عليه لود عشان ايه؟ ما يبقاش ثابت على حاجه معينه. بالظبط. هندخل بقى حاجه ثانيه للظهر بقى. دايما وانا بعمل اي تمرين بكون واقف فيه، دايما بتني ركبتي سنه بسيطه عشان أوكي. اشيل الحمل من على اللور باك، بتني الركبه سنه بسيطه، وبنزل بظهري قدام، ظهري كله مفرود، ايدي جنبي هنا، ببدا اسحب كوعي لفوق، بعمل دمبل رو، ودي بيشغل لي عضلات الظهر بتاعتي. اوكي. ممكن اعد 10 عدات، 1 2 ثلاثة. دايما اركز اللي ظهري يكون مفرود. الاثنين مع بعض ولا اعمل يمين وبعدين شمال وبعدين الاثنين؟ عايز اشتغل بدراع واحد، ممكن يعني اعمل هولد، اعمل هولد يعني للدراع اليمين، وببدا اطلع. اوكي. 10 عدات، خلصنا الناحيه دي. ايوه. اشتغل الجنب الثاني برضو مفيش مشكله، ممكن اشتغلها بدراع واحد، بس دايما عايز ظهري برضو نفس النظام مفرود كده، ببدا اسحب ايدي جنب. هو في الجيم الماشين بتاعت التمرين ده بنبقى قاعدين ماشين رؤى وبيبقى قاعد. بس لو مش متاح، احنا بنقول الحاجات دي لو مش متاحه عندك في الجيم وانت بتتمرن في البيت، ممكن تعمل نفس الاداء بالطريقه دي. حلو. طب انا هسالك شويه اسئله برضو واحنا بنتمرن. فكره الميه
يعني واحنا بنتمرن احنا ممكن نشرب ازازه كامله لتر يعني. تمام. فده عادي صح كده؟ ما في بصي الميه اكتر، انا سمعت ان لا او مش شرط او غلط ولازم مش يعني الميه دي جزء اساسي يعني 60% دايما موجوده من جسمنا يعني. بيكون في الميه والعضلات، وكل ما عندنا يعني دايما الناس اللي بيكون عندها مشاكل في زياده الوزن بيكون اللي هو كمان عشان يقدر يساعد في نزول الوزن اسرع احنا بنقول اشرب ميه كتير في يومك. حتى وانا بعمل تمرينات بطن اشرب ميه عادي، ما حدش اشرب ميه بس يعني طول ما انا مش اللي هو كل شويه اشرب ميه، لا انا فكره مثلا خلصت تمرين وحاسس ان انا لا عايز اشرب ميه، لا اشرب ميه عادي مش مشكله. اه مش بكتر الميه كويس قوي. اوكي بس نقدر نشرب ميه على مدار اليوم، ده اهم حاجه دايما بنصح بيها. ماشي. في بدائل ممكن نقولها كمان للناس اللي هي مش بتقدر، لان في ناس كتير في الوقت اللي احنا فيه الشتاء ده ممكن يقول لك انا مش بقدر اشرب ميه، ممكن اشرب ازازه ميه في اليوم بس. انا اعرف ناس كابتن حسام ما بيحبوش الميه بجد، فاحنا نقول لهم بقى انا ممكن اقول لهم على كام طريقه كده ممكن يزود بيها. يا ريت. طب واحنا بنتمرن برده ممكن اقول لهم عليه. نعمل اخر تمرين وبعدين تقعد بقى عشان الوقت بيجري. خلاص تمام. نتكلم في الحاجات برده اللي تفيد. نخلي تمرين بقى للترايسبس عشان زي ما قلنا للناس اللي بيكون عندها ترهلات في الترايسبس. هنزل على ظهري، بخلي ايدي ورا هنا ترايسبس اكستنشن، ببدا ازق بايدي لفوق 1 2، محافظ دايما على كوعي ثابت 3 4 5. ممكن اعمل واحد تاني ان انا بعمل كده، بقعد اعمل كده ممكن واحنا قاعدين من على الكرسي. انا بعملها في الجيم دي يعني. ممكن اشتغلها مع الكرسي عادي. دي بتبقى برضو كويسه بتهيألي، دي كويسه برضو. ممكن كمان تمرين واحنا هنا تمرين الدبس برضو، لو هنا ايدي كده بخلي جسمي تحت يعني كوعي تحت جسمي هنا على طول، ببدا انزل مكاني. عايز اصعب التمرين ممكن برفع كعب رجلي سنه بنزل، عايز اصعبه اكتر لقدام كده. يعني كذا وضعيه لحد يتزحلق في البيت تبقى مشكله. كذا وضعيه اقدر اعمل بيها التمرين. طيب بالنسبه للاكل دلوقتي برضو علشان المعلومات تبقى واضحه، انا باكل قبل الجيم مش الوجبه الاساسيه، انا باكل وجبه سناك ولو فيها موز او مثلا قهوه يبقى كويس جدا. بعد الجيم بقد ايه بتغدى بقى او بتعشى؟ بصي لو انا بخلص جيم يعني ممكن في من 30 ل 40 دقيقه اقدر اخد الوجبه بتاعتي. بعد 30 او 40 دقيقه وجبه تكون متكامله فيها بروتين فيها كارب فيها ايه دهون صحيه. برضو عشان ما انساش الحته اللي احنا كنا عايزين نقولها موضوع المايه، الناس اللي هي مش بتقدر تشرب مايه في الشتاء ده ممكن ندخل كذا طريقه ممكن نعملها في يومنا، اللي احنا ممكن في ازازه المايه بتاعتك وانت رايح الشغل ممكن تضيف عليها اي فواكه، ممكن انزل اي ابلكيشن اللي هو بينبهني كل مثلا نص ساعه ان انا اشرب مايه. يعني افكار على كتير. ليمون مش مفيده جدا؟ انا يعني انا شفت الموضوع ده قريت عنه يعني. مفيده لايه؟ لا لحرق الدهون. بص هو مفيش حاجه اسمها يعني الحاجات اللي هي الخلاطات بتساعد على الميتابوليزم، الخلاطات والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي هي مالهاش اي علاقه خالص بموضوع يعني حرق الدهون. يعني الموضوع طلع اي كلام. اللي انا ممكن اخد زبادي بليمون قبل ما انام والكلام ده كله ولا لي اي علاقه بال اهم حاجه تبقى ماشي على نظامك الغذائي، نظام غذائي صحي مع التمرينات المقاومه اللي انت بتعملها، ده هتقدر تنزل دهون الجسم بتاعتك. طيب ده كلام حلو جدا. خلينا كمان نختم بفكره ان الموضوع عايز استمراريه، وما ينفعش انا مثلا رحت الجيم شهر لقيت نفسي ان انا لسه مش باين عليا فاحبط، او رحت الجيم شهر لقيت نفسي باين عليا زي حالاتي فاقول خلاص كفايه كده، ده غلط وده غلط. لازم استمراريه، اخليه لايف ستايل في حياتي. عشان ياخد لايف ستايل يعني مش اقل من شهر مواظبه صح؟ لازم مواظبه، ودايما ما تدخلش باللي هو الحماس اللي في الاول ده عشان ما اريحش بعد كده. صح. يعني اخد الموضوع واحده واحده عشان يفضل مستمر معايا على طول. كابتن حسام نورتنا، وتمرينات بجد جميله، ولسه احنا كل فتره حضرتك هتنورنا ان شاء الله. اكيد طبعا. فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم.